لبيك اللهم لبيك لبيك لا سلا أسرو يا ذو الحجة كناتوك يداسسنا عراتن ياون درجاون ياوسان برياكمنو كفل هلتون كتلنال يه نزي أسر كناتوك عالازن تلك بوتايت ست أتشون أتشو أفضل أيام الدنيا كدنيا بلاج كناتوك تبلوال النسون ميهال نجري اللم عراتن ياون درجا ابن حجر انديسيلو يابرارو لنال والذي يظهرو قلس اندامي هنو أن السبب في امتياز عشر الأوائل من ذي الحجة الاجتماع أمهات العبادات فيه النزين السرك أناتوش ليتم يادرقاتشو يأملكو الناتم يبالوت يدينو مسصم يبالو أملكوش بالنزيك أناتوش اسمت تقبراتشونو من صلاة صلاة للسوست وحج حج الله وصدقة صدقة الله وصيام صوم الله وصدقة صدقة الله وضحية الله النزي ليلة وراتوش بزي ملكو عطاقينياتشو خلوم لينورو يتشلالو حاجنج الله عطاقينيو تشلالو يتاووك يتقدب يراسو كنسلالو همستانيا درجاو النتكس بالنزيك اناتوش ميد تقبرو درقيتوش توداداري اللاتشو الله زند بات آم يتوددو سرا مالت بالنزيك اناتوش متسراو سرانو كما في مسلم من حديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس باستلالف حديث لي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر ذي الحجة الله زند سراوش بتقام ميودد بتكنات بنورو عشر ذي الحجة نميهل كان إلا ما متو استلال الله سران ستسرا بتقام ميودبت ቀናት ማለት የዘል ሐጃ ቀናቶች ናቸው እነዚህ 10 ቀናቶች ናቸው እነዚህ የሚወዳደር የለም በረመዳን ቀናት ከመስራው ስራ በላይ በእነዚህ 10 ቀናቶች የምሰራው ስራን የሚወዳደር የለም ረመዳን ላይ 10 الاواخر من رمضان የመጨረሻ 10 ቀናቶችና 10 الاوائل من ذل حجه ከذل حجه ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያሉ 10 ቀናቶች ትልቅ ቦታ ይሰጣቸዋል ከሌሊት ሌሊቱ القدر ትልቅ ቦታ ሲሰጠው ከዱንያ ቀናቶችስ ደግሞ የውም ዓረፋ ሐጃጆች ዱዓ ሲያረጉ የሚውሉበት እኛ ጾመን ምን ወልበት ዘጠነኛውን ቀን ደግሞ የሚያhall ቀን የለም ከሌሊት ሌሊቱ القدر ከቀን የውም ዓረፋ ትልቅ ቀን ከረማችሁ እንደ ሐዲሱ ከረመዳን ቀን ይበልጣል ስላችሁ نعم صحابوچم تگرمو تياقي اقربوال ولا الجهاد في سبيل الله بالله منجد وطو مگادل انكون بيهون علواچو للنبي صلى الله عليه وسلم تلك مرجا يزو قربو ذروه سنام الاسلام يسلمنا نشانيا اند مرجا قربو عند سو وطو مفالمن بيهون علواچو قال ولا الجهاد في سبيل الله بالله منجد مگادل انكون بيهون ليلا ور لا يمتسرو كنزي سراتوش سراغا اي ودادرم إلا له رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء عند سو تاتكو لو جاوتو بنفسهم بنبرتهم تسوتو يكرسو سيكرنجال بنزي كاناتو تشست مي سران سرا مي حال يلم تالالاك يتكبروا كاناتو تشناچو الله كم يتكون باتشو أدرغن إن حديث يستلع اللفوت كابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر ذي الحجة ملون حديث يستلع اللفوت سعيد بن جبير النزيه السرك أناتو سيقابو بأملكو يبرتو نبر تكراتي ساتو نبر سوعا قنتو لما ناقر سكيات أتشو درز سبحان الله وصيام لهزب اللي بلو يستلع الفالو لا تطفئوا سروجكم أيام العشر بالنزي السرك أنا توتشوست فشاما وچاتشوهن مبراتو وچاتشوهن التاتفو كناية أنك أقرن بعبادة سالفوت أتكرو تسطو تلونا تاري أنيام بالنزيك أنا توتشوست بعبادة متنكرين ربنال من عبادة النبل بسوستنيوك في المتلات شوهلو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.